قضية أخذ الأجرة حتى ولو قلنا بجوازها، ما يجري في عمل جماعة من الرقاة هو نوع من الاستنزاف للأموال لا يحصل به المقصود المطلوب من الرقية، إضافة إلى أنه تكسب محرم، إذ إنه يجعل الدين وسيلة للكسب. ومعلوم أن القاعدة فيما يتعلق بأخذ المال على الطاعة أن من فعل الطاعة لأجل أن يأخذ المال لم تنفعه الطاعة، أما من أطاع الله وكان غرضه طاعة الله لكن أخذ المال ليستعين به على طاعة الله فهذا مأجور. وبالتالي ما ذكرت من هذا الذي يفعله بعض الناس من قراءة القرآن في خزان ثم يغرف منه ويبيع على الناس الجرة التي بريال أو بريالين يبيعها بعشرة أو بخمسين، تصل أحيانا شيخنا أكثر من 100 ريال أحيانا في بعض هذا الأوقات، تصل إلى هذا وإلى قيام كثيرة. هذا لا يجوز. وأنا أقول هذه الصور الحقيقة هي نوع من العبث والتشويه للمعنى الصحيح للرقية، وإضافة إلى هذا وذاك هي أصبحت أشبه ما يكون بتجارة يتاجر من خلالها، على أن القراءة التي بهذه الصورة قد صدرت مجموعة من الفتاوى بعدم مشروعيتها،